دعاة الشر كثير، بل باسم الإسلام يدعون باسم الإسلام وهم يدعون إلى الشر، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه. لكن اللي يدعو إلى الإسلام الصحيح قليل، ولكن هو الخير، هو الخير، وهو الغريب بين الناس، يصبر على هذا. طوبى للغرباء، هذا معناه أنه يحصل عليه ضغط، يحصل عليه ضغط من المجتمع ومن الناس، لكن ما دام على الحق يصبر. الغرباء الذين هم على الحق الصحيح، ما هو بالدين المدعى أو اللي عليه الناس أو لا، أو اللي يقوله فلان وفلان، لا، اللي قاله الله ورسوله. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فلان رجل داعية وعالم وعليه من الأبهات، لكنه ضال والعياذ بالله، ما له قيمة عند الله.